دلوقتي بقى خلينا نروح محافظة الدقهلية اللي ابتدت تعمل حاجة ظريفة جدا، ابتدت توفر وسيلة مواصلات بديلة عن التوك توك. وسيلة المواصلات دي هي الطفطف. تعالوا مع بعض نستعرض في سياق التقرير اللي جاي ايه اللي حصل وازاي بدلوا التوك توك بالطفطف. في ليلة من الليالي وانا قاعد كده فكرت في موضوع التوك توك، فقمت مكلم المحافظ، كنت لوحدي وانا قاعد، فقال لي طيب فكره ايه؟ قلت له عاوز التوك توك الطفاطف زي جمصه. قال طيب وانت عاوز مني ايه؟ قلت له مش عاوز منك حاجه. قال لي طب هتكلفني كام الموضوع ده؟ قلت له ولا مليت، تكلفتك انك هتقول موافق بس. الحقيقة احنا كنا بنفتح موقف جديد في مدينة ديكرنس بتكلفة حوالي 10 مليون جنيه. قبل ما نفتح الموقف كان لازم نوفر وسيلة مواصلات تربط الموقف الجديد بمدينة ديكرنس اللي بيبعد حوالي نص كيلو عن المدينة تقريبا. طب نفكر نعمل ايه؟ عملنا 22 سيرفيس داخلي بيربط المدينة بالموقف الجديد، ولكن لقينا التكاتك بتتدخل كمان مع السيرفيس، مع ان اجره السيرفيس كانت 3 جنيه بس التكاتك لقيناها بتغالي في التسعيره بتاعتها وبتعمل تعريفه 10 جنيه و15 جنيه و20 جنيه احيانا. مع الوزير المحافظ سات اللي هو طارق مرزوق قال احنا عايزين نفكر في فكره بديله لموضوع التوك توك ده بحيث ان المواطن يسهل على المواطن. يعني هنزود الطفاطف لان دي فكره ناجحه وهنعملها كمان في الكرة. انا عندي هنا مركز ومدينه ديكرنس 392 الف نسمه وثمان وحدات كرويه، مدينه وثمان وحدات كرويه وبيخدم المدينه بس. فاحنا بنفكر ومع الوزير المحافظ بيفكر ان احنا نعمل طفاطف ونعمل سرافيس كمان في القرى عشان الاولاد اولاد المدارس اللي بيجوا عندنا هنا في المدينه. اسعار التذاكر 3 جنيه زي ما حضرتك شايف كده. الفكره جت من عند القبطان السيد حمدي. المنظومه كلها الناس اصلا سعيده جدا 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 بالطفطف. التذكره ديت 3 جنيه ممكن يلف معاها البلد كلها، اي مكان هو عايز يروحه بوديه. فكرة جميلة لأن التوك توك بياخد كتير، يعني لما أجيب الصبح أودي ابني أودي بنتي المدرسة بياخد 10 جنيه، لو وقف شوية بياخد مني ال 20 جنيه، إنما لو طفطف بياخد مني 3 جنيه بس، ولو اشتركت الشهر 50 جنيه للعيلة كلها، يعني أنا ممكن أروح شغلي وأدي لابني يطلع يروح المدرسة بيه، وفسحة جميلة. لو حابة إن أنا أتفسح يعني ممكن الف طبعا انا ممكن يعني اللفه اللي انا بلفها ده ممكن توك توك ياخد مني 100 جنيه فيها. طبعا حاجه جميله والله وجت في وقت يعني وقت ممتاز.